لدينا هدف دائم في دبي حدده الشيخ محمد بن راشد لنا أن تكون دبي متقدمة على مدن العالم أقل شيء بعشر سنوات، والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائما بمدينة دبي، لأن الكثير من مدن العالم ينظرون لدبي اليوم بأنها مدينة من المستقبل. لابد من التسامح، فقوة مجتمعات مدن المستقبل قائمة على التعايش والتسامح. المستقبل هو الإنسان، ولا بد أن نسعى باستمرار للتطور إنسان المستقبل فينا من اليوم. الجميع سيشارك في صنع المستقبل، كل فكرة، كل مبادرة، كل إضافة إيجابية يضيفها أي شخص فينا ستؤثر في مستقبلنا جميعا. كل بذرة نضعها اليوم ستكون شجرة في مستقبل مدننا. نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر اللي مميز. نحن نشوف كل اللي موجودين عندنا كأسنان المشي كلهم منا وفينا. الإسلام سمح ومحب ويجمع. لما يقول لك الإسلام سلام للعالمين ما يقصد المسلمين، يقصد كل العالمين اللي على وجه الأرض. تسامح واجب. نحن بشر كلنا اخوان، كلنا اخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا. تسامح واجب. Close your eyes.